هلا والله شباب، يعطيكم العافيه، معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الثانيه من اضافات لعبه اساسو كريد فالهالا. اريدكم من نبدا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، والله يعطيكم العافيه على دعمكم بالحلقه الاولى. شكرا لكم، يعني صراحه دعمكم جدا جميل، فالله يعطيكم العافيه، اتمنى تصون دعمكم الجميل ونكمل باللعبه الجميله جدا ذي. بسم الله. اوكي يا اخوان، اخر مره وقفنا قلنا عليكم مقابله فلان فيدورو، اعتقد انه تحت الحين كل العالم بس نزل مقابله. بس لكن ايوه، قبل ما نقابله معي نقطتين من نقاط المهارات. انا من الحلقه الماضيه يا اخوان في شو اسمه في مهاره حول اوصل لها، اعتقد الحين خلاص بدنا نوصل لها ان شاء الله. اللي هي المهاره دي، عارفين كيف؟ بس خليني اوريكم، خليني افتح الحين المهاره دي. شايفين الغضب الكاهن؟ صراحه مره باين عليها رهيبه، وعجبتني من المهارات الثابت، عارفين كيف؟ يعني ما ادق زر كذا شوي تجيني، فباين انه هو يعني ايفور لما يلعب فيه فجاه كذا، عارفين كيف يعصب؟ فصراحه باين يعني شيء مره حلو. فدحين خلونا نلعب المهمه دي اللي عندنا هنا. ودي هنا كذا. اوكي، خلينا ندخل المكان ذا. هذا الملك اسمه بارد، اعتقد اللي هو بارث. We welcome you to Doro. It has been a long time. Thank you for meeting with me, Lord. I trust our gift was well received. Exotic spices, all of which are foreign to me. I'm impressed. Only a taste of things to come. Dublin will soon be known as the pillar of Ireland's trade. To a long life and prosperous reign, my king. Such fealty. You honor me. You must be Eivor. My gratitude for your selfless actions and what preceded my coronation. Lord. It seems my enemies could not wait for my reign to begin before trying to put an end to it. An old tale between northern and southern Eanale, I'm afraid. But it's one whose ending I will be the author of. Planning a war? A high king should have control over his land. And I shall. If it takes a bloody war, I must be prepared for it. Dublin's trade has plenty to offer and plenty of stout fighters, Eivor included, ready to fight alongside you. I appreciate your desire to strengthen the ties between Meath and Dublin. And as much as I find myself in need of aid, it appears you find yourself undermined by your own people. What do you mean? During the coronation, a monastery was raided and a Christian text was lost. The Book of Kells. Dublin Danes are to blame. Your support would be of great help, let me be clear. But this capriciousness will sooner harm me than help me. طيب عندنا ود معرفة المزيد عن الكتاب. كيف يمكن أن يكون هذا خطأ بارد؟ ماذا لو استعدت الكتاب من أجلك؟ أقول كذا. If I retrieve the book, set straight the ones who did this, would you welcome Barith into your court? It would help. These Danes, you know where they are? In a bog in Inchrow, just north of here. Eivor, this is my responsibility. Remain here. I will see it done. يا عيني عليك إيفور، قال له خلاص خليك هنا، أنا حسبتك. الحين خلونا نروح فين؟ قال هو أظن زي المستنقع، أظن شمال إيرلندا. قال عليك العثور على كتاب كيلز. أكيد الكتاب ده عشان نجيبه ما راح يكون شيء سهل، بس إن شاء الله راح نقدر. شايفين كيف يقول معسكر الدنماركيين في مستنقع على حدود شمالي دورو. خلونا دحين نروح المستنقع ده. فين كيف؟ ان شاء الله راح اقدر اجيب الكتاب. يعني صراحة ما شاء الله المستوى حق عارفين الشخصية اللي لعب فيها إيفور مرة عالي ما شاء الله. يعني ايش اقول لكم؟ يعني الحلقة الماضية ما شاء الله يعني ابدا يعني ما كنت قاعد اعاني. يعني كنا قاعدين صراحة يعني فين كيف؟ نهزم الاعداء صراحة بسهولة. فان شاء الله حتى دحين راح نقدر عليهم. These are the ones who stole the Book of Kells. Okay. You should search their stashes for it. خل بلدان نحط الصقر. Okay. Guide me. طيب أنا عندنا عسكر كبير للأعداء. بحاول كمان صراحة أخذ الكنوز. إن شاء الله راح نقدر نأخذها. Okay. خل نجعل هنا. نشوف كذا. وبأنه أكثر من مخبأ، فين كيف؟ لازم أفتش فيه.
واعتقد مبرمج من اللعبة انه المخبأ الاخير راح نلاقي فيه الكتاب، فما عليكم. باين دحين عندنا نوع جديد من الاعداء اعتقد. والله ما ادري خشيت مني راح يسمع صوتي مسكن، ما عليكم. ونديه نايس، الحمد لله انا هنا. اللي بعده الله. اوكي اخوان، اللي بعده ان شاء الله ما يشوفني. انا متعاب من الذين بس احنا نهيل الحمد لله. اوكي للام السليم. اجيب ايش فيه، ما فيني ابغى نفتش اصلا. بس شوف هنا، خل نحط الصقر. اوكي ما في كوخ هنا. طب كلها قدام اول واحد اللي هو ذا. صدقوني بحاول انهم ما يشوفوني، بس حتى لو شافوني ما عليكم. لا فينه؟ اي والله شافني كم واحد متعافي. الله ياخذك يا شيخ. طب ما عليكم، صدقوني راح ادبهم تاديب. اوكي فينه؟ يا هو واحد نزل لي. خلونا نطلع لهم. اوكي خلونا نجي على هنا. فين؟ فين ذا اللي شافني؟ يهديه! يا سلام، شوف كيف؟ مرة جامدين. خلينا ننزل له ذا. تعال تعال تشرد، انا ابغاك تيجي اصلا. يا سلام. اوكي خلينا ندعس عليه. والله متعافي تراه. اسمع لك، راح نهي كذا. مرة القوس ذا رهيب. شوف الضرر اللي يسويه ما شاء الله كيف. يا سلام سلم. كنا هنا. نطلع لفوق. اوه الله يا اخي، خلينا نشوف. طب طب نهايته الحمد لله. طب في درع هنا ما عليكم، راح اجيبه. بس بالبدايه خلوني اشوف ال هنا. قتلهم بالبدايه صدقوني، بالبدايه قتلهم انا اشوف. في كيف؟ بعدين نقعد نفتش. حلو هنا هنا الحمد لله. اوكي بقى لكم واحد هنا. خلونا ننهيه. الحمد لله. طيب خلونا نفتش باول مكان هنا. نشوف الكتاب ممكن هنا. طب ديو بالكوخ اللي فوق. انا بس اطلع. اوكي ايش عندنا هنا؟ Confirms Flan's information. The book should be here somewhere. طيب معقول الكتاب هنا؟ صدقوني لا ما اعتقد انه بالكوخ ذا. نشوف فين الكوخ الثاني. اوكي واحد هنا واحد هنا. خل بالبدايه اروح لهنا. والله ما ادري صراحه الدرع ذا كمان نفسي اجيبه. كيف نروح من الاعداء هناك؟ بس خلينا نشوف الكوخ الثاني هو فينه. كذا خلونا بالبدايه نروح الكوخ ذا. ترى الدرع كمان جوا هنا. طيب طيب اسمع سبع. فين فين ابغى اشوفني؟ اوكي اعتقد ذا اللي تحت. انهي كذا. هذا كمان صدقوني ذا ترى مره متعب مسكن. نصدنا على طول. عندي ذا لا ما جت فيه. طيب نطلع على هنا نتفاهم معاه. اوكي هنا ندخل هنا شوي. طيب طيب لازم اقتله دي كذا. والله ترى متعافي بس ان شاء الله نقدر عليه. حلو صندوق كبير. والله مرة عجبني صراحة الجوست ذا. من الميزات اللي فيه صراحة فين كيف؟ انه الهيد شوت يعني تسوي ضرب مرة كبير. يا لطيف الثاني كمان جاي. يا ساتر شفت الضربة ذي كيف؟ مرة صراحة رهيبة الضربة اللي سويته ما شاء الله مرة كبير. اياه
لأن هنا هم It's you. Thought we told you to leave, Thorstein. Leave Dublin? Correct me if I'm wrong, but this is not Dublin. You did not understand you were not to be seen again. Oh, come now. How was I to know you would find your way out here? Why are you here? Looking for a book you stole. You raided a monastery recently. Oh, it was several monasteries, actually. These new friends of mine do not tire easily. The book is important to the Christians. I need it back. The Christians? Ha! See? You are an Irish lapdog. I do not have it. Are you upset? Please do not be upset. You are upset, I am running out of reasons to let you live. I know where it is. Boyne Tombs. Some strange folks offered me this hoard for it. I could not resist. Could you? See? You understand. We are very alike, you and I. I could just as well be your brother. Do not kill me. Thorstein, your blood is not worthy of my steel. I could not agree more. Now vanish. I mean it this time. A third encounter you will not walk away from. Oh, I am through with Ireland. My ankles ache for how I must dance around all these kings. It offers nothing. Except for this. I will just take this. And this. زي ما توقعت الكتاب ما راح نلاقيه اوكي على طول ما اعتقد في مكان كمان لازم اروح له تقريبا المكان ذا اللي خرج المعسكر ذا والله ما ادري في كنز هنا كمان نفسي اجيبه والله ما ادري العداله جاته كثير ما ادري اطلع من هنا خلاص خلونا اوكي نروح المكان المطلوب يعني ما ادري صراحه لو اخذت سلاح جديد يعني تمشي فيه معي اقوى سلاحين باللعبه صدقوني جربت أسلحة مرة كثير أنا أقوم من السلحة هذه بصراحة ما قد شفت بس خلوني أوريكم أسلحتها على السريع يا أخوان يعني صراحة من بداية اللعبة أنا اللي شفت التختيم حقي شايفين الأسلحة دي كلها جبتها صدقوني أفضل سلاح اللي هو الرمح ده حتى بالأرقام وكل شيء حتى السيف ده صراحة قوي بس صدقوني ما هو زي الرمح يعني جربتها كلها الأسلحة دي فين كيف هي تقريبا أفضل شيء شايفين انتم ما شاء الله كمان الضرر قاعد تسويه الحلقة الماضية كمان اخذنا جوز صراحة ما عجبني يعني نفسي اغير صراحة كل حلقة اللي هي الاسلحة وكذا بس لكن زي ما انتم شايفين يعني الاسلحة اللي معايا ما شاء الله مرة يعني ما هي مقصرة معايا بس ما ادري صراحة ممكن لو جبنا سلاح اسطوري قدام ما ادري ممكن صراحة اغيره غير عن السلاح اللي معايا وحط السلاح الاسطوري الجديد فاشوف كيف هذا الحين خلونا نروح المكان اللي هنا بس خلينا نشوف الخريطة هو فين اوكي ما هو مرة بعيد بس صراحة اخوان الاضافات دي صراحة يعني الشيء الحلو فيها صراحة ما هي قصيرة الحمد لله اوكي بعض الاضافات تجيك مرة قصيرة بس لكن عارفين الاضافات دي ما شاء الله يعني فين كيف طويلة فان شاء الله يعني انا راح العبها كاملة يعني معروفين يعني اوبي سوفت بالعابهم يعني مستحيل ينزل اضافة واحدة فين دائما نزل اضافات كثير ما شاء الله فان شاء الله الاضافات كلها اللي راح تنزل فين كيف راح العبها باذن الله ما ادري صراحه مكان بنروح له مره بين على خطير انا زي ما قلت لكم الكتاب اكيد ما راح نجيبه بسهوله بس ان شاء الله ما عليكم مقدور عليه والاضافات على حسب علمي كمان انه فيها زعماء مرة صراحة قتال الزعماء باللعبة دي يعني فين كيف حلو يذكر لي صراحة بقتال الزعماء بلعبة جوست اوف سوشيما مرة فيهم فين كيف في تشابه كبير بين اللعبتين من ناحية قتال الزعماء وصراحة ذا شيء مرة حلو
اوكي اعتقد الاعداء اللي راح نواجههم من النوع ذا. اوكي خلونا ننزل بس خلونا نقدم شويه. والله اكيد ما راح يكون يعني شيء سهل ان نجيب الكتاب. نشوف كذا كم واحد عندنا هنا. اوكي طيب الكتاب تحت بان عندهم مخبأ سري. اوكي والله معهم كلاب. كل دلوقتي شات لا ما جت فيه. اوكي نهايته ما ادري الثاني شاف شيء ولا لا. مش كمان بدي استخدم مرات حقتي. اوكي برجع لهنا ان شاء الله يشوفني ولا. اوكي هذه باين مهاره من المهارات اللي حطيناها. كان شايفني ذا والله ما اظن. والله مره صراحه شفته كيف انفجر ذا صراحه شيء مره حلو. لا مو شايفني الا والله. الو الحمد لله انا هنا. طب بقي واحد بس زي كذا الزعيم حقهم. كاحن الخنزير يا لطيف. كاحن نقتل الخنزير اللي معاه ان شاء الله بالطلقه. صراحه افضل مهاره عندي او افضل يعني قدره من القدرات فين عندي اللعبه دي اللي هي الاسهم دي لما اطلقها الضرر تسوي ما شاء الله مره كبير. اعتقد في مكان كذا تحت نزلنا تقول شفته بس ما ادري فين. ايوه هذا هو نرميها هنا. اوكي بظبط بس بالاسهم خلاص الحمد لله كله تمام. اكيد انه ذا الطريق الصحيح. هذي حروح من هنا بدي اروح من هنا ممكن من هنا واحنا باننا بالمكان الصح. نخش فيها يا ساتر ايش الحواله دي. طب الحمد لله جت بذا دي كذا. يا السلام على جوس بلا شوف الضرر يسوي ما شاء الله قد ايه. طيب ايش بيصير الحين؟ اوه والله كان راح يجي ضرر كبير. خلينا نشوف ايش عندنا. طيب جيب المفاتيح بانها مهمة. يا ساتر الضرر. لا والله قاعد يدي من هذا الله ياخذه. دي كذا. نعالج نفسي الحمد لله حسابات كثير. والله صراحة في الكنز كمان ما ادري كيف نجيبه. خلوه نروح نبدأ على هنا. ممكن نفتح الطريق المختصر. ندف كمان. اسحبوا علي من هنا. اوكي صدقوني الكتاب ان شاء الله حول. خلاص قربنا منه. يا ساتر شفتهم على خير. انتبه يا ساتر. والله صراحة الرمح يعني اضطر يسوي ما شاء الله مرة كبير. شوفين اعتقد الدرع. شوف شو الدرع ذا. او ممكن سلاح. اوكي لا والله درع. خلونا نحطه كذا شو؟ تقولي مرة شيء حلو ترى من المرات النادرة اللي اجيب درع. والله ما ادري مرة ضعيف. لسه يبغى له قوي وكذا عارفين كيف؟ ما ادري خلونا نكمل الدرع ذا. ان شاء الله قوته قدام. راح نستخدمه بس لكن الحين شفته كيف صراحة مرة ضعيف. توقعته قوي. بس لكن صراحة مرة ضعيف. والله ما ادري انا اللي هو ال كنت
الكتاب راح نلاقيه بالمخبأ ذا ولا؟ أنا أتوقع هنا، صدقوني هنا. بس نكمل. وممكن هنا الدرع صراحة ما أدري. يعني إحنا شفتوا لف كف كله يعني فتشنا فيه. فين إحنا لما جينا من هنا؟ خلنا نطلع الحين. This place is heavily guarded. والله أظن إنه إلا جوا. خلونا نكمل أبحث. ما أدري صراحة فتشت في كل مكان يعني. والله ما أدري. خلنا نرجع نبحث أكيد إنه حول. أنا من هنا ما رحت أول. أروح الحين. أوكي هذا نبغى ندعس عليها. ممكن كان جنبي يعني وأنا فوتته. نشوف الكنز ذا. هذا من الأشياء اللي نديها اللي هو البياع. إيش كان اسمه؟ أزار أظن. اللي شفناه الحلقة الماضية. والله ما أدري شاف أي شيء هنا. أوكي شفته صدقوني شفته. معقوله هنا؟ يا سلام على الله. طيب معقول علينا نطلع بس. ناخذ الأشياء الطيبة ذي. بدنا نسوي سفر سريع. الحين كله علي بس عارفين. نرجع لفلان. مرة اسمه رهيب فلان. خلونا نرجع له ونديه الكتاب. بس ما ادري بدنا نسوي سفر سريع خلينا نشوف. ان شاء الله مداني. الحمد لله. شايفين كيف اخوان زي ما اقول لكم صراحه الرمح مره رهيب والضربه دي اللي بالسيف مره رهيبه قاعد تساعدني بشكل مره كبير ما شاء الله. شايفين كيف يعني اللودينج على البلاي ستيشن 5 ما شاء الله مره سريع. The book. Have you found it? Its popularity is ever increasing. This is Owen, Abbot of Armagh. The book is for him. I remember. From the coronation. I pray you did not have to endure much to reclaim this. A small price to ensure the High King's patronage. What's this? Lord, you are chosen High King by God Almighty. These are pagans. I mean no disrespect. عمي هنتر وتقول لي ما ابغى هناك. خلونا نردها له نقول له لا يهمني رايك. You have no say here. This is between two kings. I only mean to warn Flan of the possible implications. Nothing more. And I am well aware of them, Abbot. I have spoken past what is right. I will take my leave. Lord, please excuse this clumsy intrusion. No need. I'm glad to see the book is back in good hands. He's colorful. I do not blame the abbot for raising alarm. History dictates he has every reason to. What is your report? I've dealt with the leader in the bark. He will have no more problems coming out of Dublin. Then we shall turn our eyes to the problem at hand. Ulster is using its power to sway Connacht. An allegiance that must be snuffed before it takes flame. For that, we need to gain support from the other kingdoms. Speak with Kira. She will guide you in this. I shall return to Dublin to gather men and resources for the march. I welcome them. When we are strong enough, we'll meet at Knockfree and devise a strategy. You were gone some time. What happened? The book was in the hands of a strange cult. They procured it from Thorstein. I was weak to spare him. My own son knew better. Chin up, Bardith. We have come into favor with the High King. I will feel better the day Flan's trust in me is not shadowed by doubt. Back to Dublin I go. Talk to Kira. We must gain favor with the other kings. Quickly.
اوكي الحمد لله ختمنا المهمة. الحين ما ادري اقول له روح كلم كيرا. كيرا عارفين اخوان اللي هي عارفين البنت هذيك اللي قابلناها الحلقة الماضية. ايوه اللي هي ذي. هللو ايفر اي ام جلاد تو سي يو. اوكي خلينا نشوف كمان ايش فيه. يعني صراحة شباب أنا شايف يعني قاعد أوريكم الرسائل دي عشان تشوفوها الحين كيف. صراحة ما في نقراها كلها يعني أنا مسوي editing بعدين كنت أقراها. دحين خلونا نكلمها ونشوف. I reckon Flan and Barath have found common ground, seeing as you're still here. They have. Ara, and how much of your charm seeped into that conversation? I merely showed the High King I'm a Norse he can trust. It is more than that. You've certainly left your mark here. Sure, I think Flan is fond of you. خلونا نخش يعني بالموضوع. You're kind to butter me, but it's not why I've come. We need to curry favor with as many kingdoms as we can. Flan said you could help with that. Aye. The kings of Ireland have long sent their grievances to the High King's court in hopes their pleas be heard. Their problems range from petty squabbles to larger issues. I've taken the liberty of sifting through them, choosing the ones that might elicit the best response. I see. The bigger the favor, the bigger the reward. There you have it. Keep an eye out for pigeon coops. That's where I'll leave any noteworthy tasks. Help solve their woes, and the kings will pay tribute with the men and supplies we need to invade Ulster. طيب إذا إحنا عندنا عارفين زي اللي كنا نسوي بطرق قصة أعتقد. اللي هو التحالف كذا. والله ما أدري أنا شفت الطاولة ذي قلت لعقلي ممكن لازم نسوي تحالف بس لا ما أعتقد. ما أدري هو إحنا نحتاج تحالف إحنا. عارفين. بس لكن شو أقول لكم تحالف يعني مو إنه زي نظام طرق قصة. أعتقد لازم أروح لهم سيد على طول. أوكي. خلاص هم محددين المكان فخلوا دحين نروح. يقول لي عليك دعم نيل دعم ملوك ميث عليك تعزيز النفوذ في ميث من خلال تلبية الاحتياجات الملكية ومساعدة ملوكها. فباين ايوه نروح نسوي لهم بعض ال من هنا. والله ما ادري هذا الشيء جديد يعني ما كان في زي كذا طول القصة. نساعدهم الملوك وكذا بعده يعني زي ما تقولوا ايش راح يخش معنا. الطلبات الملكية استعد المجوهرات يعني صراحة هو شيء حلو إن مدني نسويها كلها. عمل شاق والله ما أدري صراحة نبدأ بيش. خلونا نحط استعد المجوهرات 2000. أنا أعتقد بمصير راح أسويها كلها ونبدأ كده. اوكي خلنا نحطها كلها خلاص وخلونا الحين نشوف المهمات اللي جاتنا. وبعدين جات المهمات مرة كثير ما شاء الله. خلنا نشوف قسم المهمات كيف صار. ما ادري محددين المستوى 255 كم. لا انا ما شاء الله 200 وشي بالتسعين او 300 ما شاء الله. فان شاء الله مقدر عليهم. والله ما ادري نبدأ بايش. هذه اللي هي حقت زي ما تقولوا لا 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 المهمات حقت التاجر ذاك اللي اسمه أزار. صراحة ما راح نلعب دحين. دحين أعتقد زي ما تقولوا لازم الملوك عارفين إنهم نخليهم يعني ينضموا معانا وكذا. فخلونا نبدأ بالمهمة ذي. ولا هذا فيها قتل كله. يا لطيف لطيف هذي فين؟ أعتقد إنها ممكن أخرج الخريطة. كيف يبغون أقتل الأشياء ذي؟ الأهداف ذي قصد يعني. أقتل الأهداف. خلونا نبدأ بهنا. فين كيف؟ بما إنه الهدف ذا مرة قريب. صدقوا أعتقد إنهم زعماء. إن شاء الله زعماء صراحة. والله أتمنى إنهم زعماء حيكون شيء مرة حلو. زي ما اقول لهم زي ما اقول لكم يعني قتال الزعماء صراحه باللعبه دي مره شيء حلو.
لننقز من هنا ان شاء الله بداني. والله ما ادري بعض الحين هو ترى ينقز يعني يعني ياخذ ضرب مره كبير يعني ما ينقز النقزه ذي حقت الاساسن ففجاه كذا يجي له ضرب مره كبير. اوكي لساته بعيد نروح له الحين نقضي عليه. والله ما ادري ما اعتقد انه لحاله اتوقع انه بالمعسكر ذا ممكن كله. لا والله مره بعيد ما بستأكد بالله عشان كاني شفته قريبا الا والله قريب اللعبه ما ادري ايش محدده البعيد ذا. اوكي عندنا اول واحد هنا بس خلينا نشوف كذا. اوكي هو هنا اقول لكم ما عليكم خلينا نخش باول واحد. كيف الزعيم حقكم يبقى مختفي ولا اخس شيء لما اللعبه تجبرني اني اي انتبه كيف انه يعني انا كنت هنا ذا لما تجبرني انه لازم تكون متخفيا عشان صراحه ما يعجبني كذا. انا احب على طول اخش فيهم. اوكي عندنا ذا ان شاء الله ما يلف. اي والله في واحد بعيد هناك ان شاء الله ما يشوفني. اي فين هذه يا الله. اوكي ان شاء الله المهمه ما تخرب. ودي ذا كذا خلونا نأكد القتل خلاص ناخذ المطلوب. ما ادري صراحه شايف اكس انا يعني انه ايه المهمه ما سويناها كذا ولا ايه. وياخذ كتب الدسه. طب قدر المنطقه اعتقد ايه ولا ما ادري صراحه ممكن الجوائز اللي تاخذها لما تسوي المهمه. اوكي ايوه خلاص قدرتها منطقة خشة يعني لما تسوي اللي هو المهمة اعتقد ممكن يعني لو اني سويت كل شيء تقول لي عليه اللعبة الجواز تكون اكثر. سكن ما عليكم احنا نبغى المطلوب بس. شايفين الجواز اللي دوبنا اخذناها اعتقد لو اني زي ما تقولوا كنت متخفي عارفين كانت راح تكون اكثر بس سكن ما عليكم. والمهم ان ايش نسوي المطلوب. خلونا نروح اللي بعده. اوكي عاد هذا بجزيرة لحاله اعتقد انه قدامي. ايوه ما بستكن مدري ليش اللعبة ما حددت لي اياه. اوكي طيب هذا اعتقد كله علينا بس من نقتله افضل شيء صراحه فين يعني بالنسبه لي قصدا يعني اسهل شيء لما يقولوا على طول خلاص روح اقتله فين الشيء ذا ما هو صعب. انا صراحه شوف انا بديت اللعبه وانا ما استخدم النظام اللي هو حق الستيل تعرفين اللي تجيب من ورا الاعداء وتقتله ما احب صراحه زي كذا احب دائما اخش فيهم على طول صدقوني كذا افضل بالنسبة لي انا. ما ادري صراحة انه هو كل واحد طريقة لعبه يعني انا دائما افضل يعني ما اندس على طول اخش فيهم. كان مداني اسوي غارة اظن. والله ما ادري مداني. حتى لو مداني صدقوني ولا اقول لكم خلينا نسوي غارة. نضرب عصفورين بحجر عارفين كيف؟ نقتل اللي هو الزعيم اللي هنا يعني ناخذ بعض الذهب. والله ما ادري فين هو اكيد حوال اتوقع ابعد شيء صدقوني. لا والله هنا صدقوني شفته تحت الكوخ ذا. نروح نخش فيه صراحة بسوي المطلوب عاطل بطلع صدقوني هذا هو انهيه يا الله الله ياخذ. اوكي اقدر اعلم عليكم مرة رهيبة المهارة ذي انا الحمد لله. طيب كل عليه اطلع بس جوهرات الملكية اخذناها. الحمد لله سوينا مطلوب اكيد كذا اختمنا المهمة.
الحين بقول اخر واحد بس. اوكي الاخير دافعنا. يوخذ سوي سفر سريع لهنا. كيف اروح له على طول كذا؟ والله ذا باين انه في مكان، شفنا كنز قد ايه؟ هذا باين انه مكان يعني مليان اعداء. يوخذ اروح لهنا. فخلونا نروح للاخير ونقضي عليه. ان شاء الله كل سوينا اوكي. سوينا مطلوب. خلونا بس احدده. اوكي. ما هو مرة بعيد. بصراحة شباب شكرا لكم والله على دعمكم بالحلقة الأولى، الله يعطيكم العافية. شكرا والله صراحة على دعمكم كمان بسلسلة فين أساس كريت. صراحة لما ختمت اللعبة أنا عارفين اللعبة الأساسية، دعمكم كان صراحة مرة رهيب، من أنجح السلسلات صراحة اللي سويتها على قناتي. هذا يعني بفضل الله ثم فضلكم، والله من كل قلب يعني شكرا لكم. صدقوني دائما اي سلسله نسويها يعني طول ما انكم تدعموها باذن الله يعني انا الله يقوينا اني ما قصر عليكم ننزل لكم الحلقات هذه اول باول. يعني ما تدرون صراحه الشيء ذا قديش يعني لي انه انا اسوي فيديوهات يعني انتم تشوفوها وتعجبكم. والله يا صراحه يا اخوان الشيء ذا يعني يعني لي كثير، والله من كل قلب يعني شكرا لكم. صراحة أنا أول ما بديت اليوتيوب أكون صريح معكم ما توقعت صراحة إني راح أكمل قد كذا. يعني أول ما بديت في كيف كهواية، بينما دحين صار صراحة تقريبا كأنه عمل. فيعني شكرا لكم والله، يعني ما وصلت المرحلة ذي إلا فضل الله ثم فضلكم يعني، فكل قلبي والله شكرا لكم. طيب يقول لا تتعرض لأي ضرر ولازم تقتل الزعيم. اوكي ان شاء الله ما يشوفوني من هنا. يا ساتر الكنوز اللي هنا. صراحة يبغالي اجي بعدين هنا عارفين كيف اسوي اللي هو اسوي غارة هنا. بس احنا ايش؟ خلوني بس اسوي المطلوب. هو ذا مو معقولة يا شيخ، مو معقولة هو ذا. هنشوف والله كأنه هو ذا. وانا كذا قتل معقولة كذا اللعبة عارفين كيف؟ حطيت لي اخر واحد كذا سهل. هو لا لا ما هو اجل ليش قالوا لازم تأكد القتل على ذا؟ والله صراحة ما ادري شيء غريب. اوكي عندنا واحد كمان هنا. خلونا هي كذا. طب قتلته؟ ما بس شو؟ لا والله ما اظن قتلته. ما ادري قال لي انه خلاص قتلته. لا 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 شوفوا هنا. والله ما ادري صار شيء غريب. يعني هو قال لي انه قتل تم. بس كان شايفه هنا. شايفين؟ نديه نايس. خلنا نحط الصقر كذا شو. I need your eyes my friend. والله صراحة باين لسه عارفين ما قتلنا الشخص المطلوب. اوه فين فينه؟ اوكي ما عليكم عندي كذا تقدم ذا. تدخل انت مع رجله. اياه واحدة كمان والله بالعين بتعافي ترى. نايس جت فيه الحمد لله. خلنا ننهيه. ما ادري معاه كل ما ادري فين. اوه خلنا ندير المضربة ذي شوف كيف. مرة صراحة رهيبة. طب طب اللي بعده. ما ادري كم واحد هم اعتقد اكثر من واحد لازم اقتلهم. ودي ذا كمان. والله ضربة مرة رهيبة. طب ما عليكم خلاص. طب السؤال المهم الحمد لله ما هو شيء اساس انه يعني مهمه تفشل لو انك يعني تعرضت للضرب.
ندخل هنا ناخذ القدرة. اوكي الباب ده مفتوح. طيب خلينا نجي من الجهة الثانية. خلاص سوينا الحين مطلوب كل عليه بس. فين؟ غدر المكان. بس خلينا ناخذ القدرة اللي هنا. الصناديق ذي صراحة لما يعني لو ابغى افتحها لازم يعني فين؟ يجي اللي هو الطاقم حقي وهرجة طولة فخلاص ما عليكم. طب بس اخذ الشيء المهم. اوكي تحية الفايكنجز. مرة بين عليها رهيب. خلينا نشوف قدرة جديدة ذي. اوكي خلينا نشوف. يا سلام. اوه والله مرة رهيبة. احنا ما همني صراحة الضرر. شكلها صراحة مرة رهيب. خلاص خلونا نطلع من هنا. نجرب القدرة الجديدة مع ذا. اريد كذا شو؟ ان شاء الله تنهيه. اوه والله ترى سويتهم مرة قليل. بس شايفين كيف دايخ؟ لا. ودي ذا. هي اللي بعده. راح ياخذ صح صح. والله الرمح صراحة ما يرحم. انهي سلام. والله حتى الضربة حقته عارفين كيف تبرد الكبد. شوف كيف كذا. مرة مرة رهيبة. اوكي دحين خلاص خلونا نطلع من هنا. اوكي سوينا مهمة حقت المجهود الحربي. اشوف الحين ايش يقول لي. طلبات الملكية اعتراع طلبات الملكية في المجلس الاستشاري للسلام. باين انه ايوه طلبات الملكية هذه كل ما ابغى يعني اسويها اروح اللي هو المكان ذا اللي اسمه ايه المجلس الاستشاري للسلام. عارفين كيف نسوي يعني الطلبات دي. فباين ممكن هذا الطور جانبي شيء زي كذا زي مهمات الغزو كذا. مرة مرة صراحة بنعمل شيء حلو. الحين خلونا نروح لفلان. نقول له يعني صار معانا. اوكي بنروح نقابله هنا. والله ما ادري صراحة اللي هنا شايفين ذا اللي عارفين لونه فضي بالخريطة. اعتقد انه ذا الزعيم. راح ما ادري عدت من جنبه ان شاء الله راح نشوف شو هو. اوكي خلنا نزع تحت. The missing piece has arrived. Welcome, Eivor. Lord, this has the looks of a Norse war camp. Plenty of stout-looking men. The fruits of your labors, Eivor. The kings you've helped have sent men and more as tribute. You have my thanks. Thank me later. A battle looms. True enough. Your cousin awaits inside the tent of command. I'll soon follow to plan our next move. يا اخوان وصلنا نهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. يقول عليك التحدث الأباريد ان شاء الله راح نكلم الحلقة القادمة بأنه عندنا مهمة مرة جامدة الحلقة القادمة ان شاء الله راح نقدر عليها. وبإذن الله زي ما اقول لكم ان الحلقات هذه حقعد ننزلها بشكل يومي لما نختم الاضافات الجميلة دي. فالله يعطيكم العافية على المشاهدة. اتمنى ما تحرمون من دعمكم. انا بإذن الله اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله.